مساء الخير على متابعي صفحة جريدة الدستور الكرام، محدثكم عمرو الحوتي مراسل الجريدة بمحافظة الدقهلية. وزي ما انتم شايفين المحافظة شهدت حالة من الطقس السيء المصحوب بسقوط أمطار غزيرة وثلج، ما أدى إلى توقف حركة السير ببحيرة المنزلة بالمحافظة وتعطل حركة المرور نظرا لارتفاع مياه الأمطار بالشوارع لأكثر من متر ونصف، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربي بعدد من المناطق المتفرقة وسقوط عدد كبير من لوحات الإعلانات وأخشاب، ما أدى إلى تهشيم عدد كبير من سيارات المارة والمواطنين. ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الدفع بعدد كبير من عربات شفط المياه لسحب مياه الأمطار من الشوارع وفتح الطرق أمام المارة والسيارات، إضافة إلى أنه قرر تعطيل الدراسة غدا الأحد في المدارس. ومن جهته قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة تعطيل الدراسة غدا في الجامعة، إضافة إلى زي ما أنتم شايفين كده المياه مغرقة الشوارع عندنا. كان طبعا في سقوط أمطار غزيرة من ما يقارب 10 دقائق سلك، 10 دقائق بالظبط تخلوا المحافظة عندنا غرقانة. نحن الآن في انتظار سيارات شفط المياه التي قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدفع بها لشفط المياه من الشوارع. حابب أذكركم مرة أخرى أن الدكتور أيمن مختار عطل الدراسة بكرة بمدارس الدقهلية، دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عطل الدراسة بالجامعة نظرا لسوء الأحوال الجوية. زي ما انتم شايفين المياه مغرقة الشوارع.